بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف آيات نمبر 6. This series is for memorizing, so repeated version. فلعلك باخع نفسك باخع نفسك فلعلك باخع نفسك فلعلك باخع نفسك على آثارهم على آثارهم على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث بهذا الحديث بهذا الحديث أسفا بهذا الحديث أسفا بهذا الحديث أسفا. Now listen carefully, just listen now, because I'm reading the whole thing. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. So this video listen and see multiple times, a lot of times, inshallah it will help you to memorize easily ayat number 6 of Kahf, inshallah. Wassalam.